طبعا انا بلوك مع ضيفتي عشان هي خلاص بقت صاحبتي، عشان انا كل ضيوفنا اصحابنا. ربنا يخليك. دلوقتي معانا الشيف الشيماء، هتكلمنا النهارده عن موضوع، احنا شيف بس احنا قاعدين بقى في الانتري بتاعنا بندردش مع بعض، ما دخلناش المطبخ عشان احنا النهارده جايين نقول لكم على معلومات مهمه جدا. ازيك يا شيماء؟ الحمد لله عامله ايه؟ تمام، الحمد لله عجبني اللي احنا قلناه بس هقول لهم عليه لما يجي وقته. ان شاء الله. الاول قولي لي انتي بداتي ازاي؟ هو انا عامه انا خريجه تربيه فنيه، جميل. وانا حتى في الكليه انا كنت لما يبقى في مناسبه، عيد ميلاد، ديش بارتي، اي حاجه من الحاجات دي انا اللي كنت بتقومي بقوم بيها؟ بيها. حلو ده. بس بعد كده جيت في الشغل برضو نفس الحكايه، اعياد ميلاد كلام من دوت، برضو حلويات. بعد كده ابتديت بقى لما اتجوزت، ولادي كان عندهم حساسية، يعني طمعوا في كل الحساسيات، مواد حافظة، شيبسيهات، شوكولاتات، كل عندهم الحاجات دي، حساسية من دول؟ أي مادة حافظة. و عندهم حساسية. يعني انتي تبع الحساسيات، اصل احنا عاملين مبادرة ابني اقوى، اكيد انتي معانا فيها ولا؟ إن شاء الله. ان شاء الله. طيب حلو جدا. بس بعد كده فلقيت ان ابني او ولادي مش عارفه اكلهم اي حاجه، وكله بقى طبعا الفقرة شايف راحت في اصحابه. مجال تاني خالص. مضطرة ان انا ادخل في مواضيع تانية بعد اذنكم. يعني حلوة جدا، انا هستفاد منك كأم جدا جدا، بس خلينا نتكلم عن الشيف الاول وبعد كده هناقشك بقى كأم ما هي أطفالك ابتدت، متحسسين. فهي ابتدت برضو بكده، حلو ان انا اصلا ما كان مش بحب المطبخ، جميل. فلما اضطريت ان انا لازم اعمل لهم كل حاجه في البيت، فابتديت ان انا اذاكر، برافو. وابتديت ان انا اقرا واعرف ايه اللي ينفع، ايه اللي ما ينفعش، ايه اللي بيزود الحساسيه كده. بعد كده ابتدت بقى زي ما بيقولوا ايه، في النادي، في اصحابي، جيراني ابتدوا يشجعوني يقولوا لي لا، طب ما انت بتعملي حاجات حلوه اهو. بس انت كان قصدك ان انت تقفي جنب ولادك اللي ده عندهم في الاول حساسيه؟ خالص. حلو قوي، طبعا. حلو جدا. وكان في حاجات اصلا من ضمن الاكل بتاعهم ما فيهاش سكر، ما فيهاش ملح. هم عندهم حساسيه مواد حافظه، وايه تاني؟ حساسيه صدر وجلديه وشعر وحاجات كده كتير. حلو تمام، ربنا يعفي عنهم يا رب. امين. بس تعرفي بقى عن حساسيه القمح كان عندي ابني برضو، خف واللبن واللاكتوز. خف بصي، ولا لا؟ اصل هم بعد 6 سنين حلو جدا. لا 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 لا، ابتدت. ركزي بقى كده عشان هتلاقي الافات من الامهات عايزه تسمع اللي حصل، لان في ناس كتير جدا احنا على الآن الجروب بيقولوا لا ده ما بيخفش خالص، لا بيفضل موجود، بيرجع تاني. فيعني فهمينا كده الدنيا بما انك مريتي بالتجربه. بالنسبة للحساسية، الحساسيه في حاجات راحت وفي حاجات موجوده. طبعا. طيب قولي لنا بقى ايه اللي واصلا راح وراح ازاي؟ هي عامة أصلا الواحد يعرف الحساسية إيه، جميل هي مجرد مرض مناعي. تمام. أول ما الجسم كله بيتحسس أو المناعة بتاعته بتقع، فبيظهر أي بقى ما يكون العرض اللي موجود على حسب جسم الطفل في الحاجة اللي هو ضعيف فيها. جميل. يعني مثلا ابني من ولادي كان عنده حساسية اللاكتوز. حلو. انا ما كنتش عارفاها في الاول، زي كل ام ما بتبقاش عارفه ايه التعب ده، واتخض واروح للدكتور واروح لده واروح لده، وفي الاخر واحد قال لي لا، دي حساسيه لاكتوز. فعلا لما ابتديت ان انا اغير له اللبن واشربه حاجات بالصويا مش من امتنعتي عن المنتجات اللي بتعمله الحساسيه؟ قدرتي؟ عشان في امهات بتقع مننا في المبادره وبعدين نرجع هي تاني. هي الفكره كلها والله، حته ان بس ان الام يعني من خوفها على ابنها وعياطه والكلام ده، فبتدي له الحاجه اللي هو عايزها. بس ده ما ينفعش في المرض، ما ينفعش، لازم تبقي انت قلبك اقوى منه شويه. حلو جدا. فدي اول نصيحه انا اصلا انصحها لاي ام ابنها عنده اي مرض، مش شرط حساسيه وبس. تمام. بعد عدى خلاص الحساسية راحت منه بعد منع وقت معين، وتحت الحمد اشراف لله. الطبيب طبعا طبعا ابتدى يقول لي دخلي بقى اللبن الطبيعي العادي اللي كلنا بنشربه ده، واحده واحده بعد ست شوفي سنين بعد. لا، حساسيه اللاكتوز ما بتطولش قوي، حلو. بس في ناس بتتعب طب منها جات برضو. له وهو عنده قد ايه؟ لا، ده كان صغير، كان شهور يعني. تمام. راحت امتى؟ لما ابتدى عنده فوق السنتين. تمام. وكل ده انتي مانعه تماما؟ منعاه تماما، تمام. رغم ان شطور انا عندي توأم، ما شاء الله. واحد كان عادي وواحد مش عادي، فواحد شايف اخوه.
وبيغير ده انتي صعبة خالص. فيعني حتى هنا مسميني في البيت البطلة. اكيد اكيد، دي الامهات بيبقى طفل واحد وبتبقى بتعاني طبعا وربنا يعينها. بس وفي بقى حساسية بقى المواد الحافظة دي رهيبة. ده احنا كل الاكل تقريبا مكتوب عليه في مواد حافظة، طبعا فانتي ممنوعة من كل الاكل. كل حاجة طب كل بتعملي ايه حاجة. بقى؟ عارفة خلطة المحشي دي انا كنت بعملها واحط فيها اي حاجة انا عايزاها، المحشي المحشي او بس الخلطة بس، اها احط فيها رز، احط فيها بطاطس، احط فيها قرع، احط فيها اي حاجة. عارفة فنيني بقى. وانا كنت فاكرة ان الاكل اللي هو هياكله ده بيبقى طعمه مش حلو، كمان انا ما بحطش ملح، كنت بعتمد على الليمون او خل، او يعني بهار، ازود البهار كده. فاجي ادوق الاكل الاقيه حلو ومش وحش، بس البني ادم هو اللي بيعمل في نفسه كده. يعني احنا يعني انا عن نفسي انا بقول دعوة للناس، حكاية الاكل الصحي زي ما الدكتورة مثلا كانت في اللقاء السابق بتقول على النرجسية، ايوه الواحد يحب ده نفسه. اللي احنا كنا بنتكلم فيه قبل ما نبدا مع بعض. انت كانت بتقولي هتكلم في الاكل والنرجسيه، هتعمليهم ازاي دول؟ قولي لي. لا، النرجسية في الاكل حاجة حلوة مش حاجة حلوه سلبية، حلو جدا. ان الواحد يحب نفسه ويحب الحاجة اللي هو ياكلها ويعرف هو هياكل ايه اللي ما يضروش. مش ان هو كل نعم ربنا حلوة، بس البني ادم هو اللي بيمرض نفسه او هو اللي بيخليه لا يبقى انا عاجبني ان انتي راضيه بطعم الاكل، اللي كم امهات بتشتكي ان الاكل وحش جدا، اللبن طعمه وحش جدا، كل حاجه يعني الاطفال دي بتعاني فعلا. احنا عارفين طبعا، وانتي كأم طبعا عارفه. انا ممكن اكون مش حاسه بيهم قوي، بس انا عشان بسمع امهات كتير، انا ما عنديش حد خالص عنده حساسيه الطعام الحمد لله، بس بشوف الكم الاعتراضات على الجروب. في امهات بتقع نفسيا مش قادره تكمل، شايفه ابنها من كتر ما بتتضايق مش قادره تديله. انا عايزه اقول لك، يعني تبتديها بان هي الاول ما تخرجوش كتير، ما ما تخليهوش. هي دي برضو معاناه من ضمن المعاناه اللي هم بيعانوا منها، انها عايزه تخرجوا وعايزين ياكلوا في الشارع وعايزين ياكلوا على السفره مش في المطبخ، عايزاه ياكل من الاكل اللي اخواته بياكلوا منه. عديتي المراحل دي ازاي؟ هي حاجه صعبه، اي انا عارفه مش طبعا حاجه انها صعبه سهله، طبعا، مش حاجه سهله بس ابدا. ادينا الانرجي دي عشان تقدر توصل لكل اللي بيشوفونا دلوقتي. هي بس ان انت تقعدي تتكلمي مع ابنك كتير وتوريه صور مثلا، يعني ربنا يعافينا ويعافيهم، امين يا رب. صور اطفال عيانه. هو مش فاهم هم دول عيانين من ايه، بس حاطين كالونا مثلا، المرضى الكانسر شعرهم واقع، ربنا يعافي عن المسلمين كلهم يا رب. فهو شايف ان هم دول تعبانين ازاي. اجي مثلا اي هايبر ماركت الواحد بيروحه، طبعا امسك له اي كيس، يعني عشان الدعايه اي كيس، حلو. اقول مثلا ايه ده بيعمل ايه، لا ده بيجيب كانسر يا ماما. اجي مثلا اي نوع شوكليت بيعمل ايه، لو احنا اكلنا شوكليت كتير بيعمل ايه، يجيب لنا غيبوبة سكر يا ماما. انت اديتيهم الحاجة على انها بتضرهم، عارفه مش بتمنعي وخلاص. يعني تحسسيهم ان هم دكاترة. بس طبعا اشتغلتي على الثقافة اكتر من المنع، يعني انت منعتي بس بثقافة حتى حلوة هما دي. مثلا لما بيروحوا ينزلوا الشارع، يروحوا مثلا اي مكان، نروح حتى القرايب، اي حد يجي يديهم يعزم عليهم بحاجه، زي فاكرينهم زي كل الاطفال. لا يا عم، انا ما باخدش الحاجه دي. ليه حبيبي؟ لا احنا عيانين عندنا حساسيه. انا معلماهم الرد ده، لكن لو هم عايزين يكملوا كلام اللي قدامهم، طب لا ده ما فيهوش حاجه وحشه، لا يردوا بقى، لا دي في مواد حافظه يا عمو، بيعمل كذا وكذا وكذا، السكر اللي فيه كذا كذا كذا. بس طبعا ده بعد مجهود كبير طبعا وسنين طبعا كتير، طبعا، مش خصوصا ان هم يعني الحساسيه بتبقى للاطفال الصغيرين، يعني في ناس عندها سنتين ثلاثه واربعه بيبقى السن برضو لسه صغير، صعب ان هو يرد، صعب ان هو يستوعب هو عايز الشوكليت وعايز البونبوني حقيقي. وعايز الحاجات اللي عينه بتبقى اخده عليها. لا وكمان الدعاية بالظبط والألوان وكل بالظبط. الحاجات دي لا بتغري جدا. وفي بقى كارثه معانا طبعا في المبادره برضو في الجروب، لو حد كان كويس وكان بياكل واتمنع
فهو اوريدي عارف طعم الحاجات دي ان هي كان حلو، اهو. فدي بتبقى طبعا يعني بس بالنسبة مأساة. بالنسبة للنقطة دي، قولي بقى. ربنا خلق لنا لساننا بالتعود. يعني مثلا نمسك السكر، صح، لو انت انت قعدتي جميلة شيماء لا والله ربنا العظيم يبارك، انت بجد جميلة، يعني عاجبني رضاكي، عندك الرضا اظن ده اللي انت عديتي بيه من الحمد المأزق اللي لله انت كنت الحمد فيه، لله الحمد ربنا لله. كريم والله بجد. كملي. فانت مثلا السكر، لو انت لمدة 10 ايام امتنع عن اي حاجة، فاكهة، عسل، السكر نفسه، حلويات، هتلاقي خلايا التذوق بتموت. ايوه زي ما احنا بناخد قرار الدايت، ابقى باخد سكر كتير واخد قرار ان انا هعمل دايت، فبالتالي بقلل السكر في كل حاجه او امنع العيش، فباخد على هو كده. بالنسبة للدايت، انا بصراحة دي تجربة شخصية، انا كنت اتخن من كده. انت مارستي بكل التجارب يا شيماء. ما هو القعدة في البيت برضه مهما كان ما بتحركش فهتخن، وزي كل ام، اي بوظ بطنك ولا بوظ اكلك، فكنت باخد بقيه الاكل اكله، تمام. فتخنت، فكنت وزني وصل ل 102. مفيش رد فعل. ف 102 102 ودلوقتي كيلو، انا دلوقتي 85. ازاي بالسكر بتهزري؟ بس، الفكره كلها على مدى طويل. يعني يعني حوالي قربت على سنة. بس أنا باكل كل حاجة، باكل كل حاجة، بس السكر لا. اظن رقم شيماء بعد الحلقه التليفون مش هيبطل، هتبقي قاعده مساعدين للموبايل. انت عندك تجارب كتير يا شيماء. الحمد طيب لله حلو من جدا، نعمة ربنا برافو علينا. عليكي، برافو عليكي جدا. يعني انا بقول لك انا يعني طاقتك وصلاني جدا والله وانا ربنا قاعده، يبارك. واكيد يا رب توصل لهم. آمين. هتخشي معانا على المبادره إن شاء الله. وهتحاولي تساعدي معانا، لان احنا فاتحين الباب لاي حد يقدر يساعد معانا، ان كان نفسي ان كان دكاتره ان كان، يعني دي اكيد من ام بقى هي ممكن تناشد كل حد يقدر يفيدنا في المبادره بحاجه، يفيد كل ام، يفيد كل طفل، بان المرحله دي لازم تعدي. انا اصلا حتى يعني من نعم ربنا عليا، على حكايه برضو الاكل او كده، انا كنت بوزع للدكاتره في المستشفى، بتوزعي ايه؟ يعني الاكل الجاهز، بعمل وجبات. جميل. فابتدت ان يعني اخدت منهم معلومات، وبقينا اصحاب. انتي دكتورة كمان. فبقينا والله انا حقيقي يعني، حتى الدكتور بتاع الاطفال يقول لي لا مدام، انا لما يبقى عندي مؤتمر انا هتصل بيكي تيجي تقعدي مكاني. معقول؟ ما خلاص بقى يعني. فحفظت. برافو اي عليك. نعم، عالم الطب طبعا طبعا ليه طبعا، لا تخصصه يعني وشابوه طبعا احنا ليه، طبعا وانا ما ما اقدرش بنتكلمش اجي في جنبهم الجزئيه في دي حاجه خالص. بالظبط، خالص. بس يعني الجزء كأم اللي لا. بتمري بيه بتتعلمي منه. الحمد برافو لله عليكي، برافو الحمد عليكي. لله. احنا هنطلع لايف بعد الحلقه على صفحه فيونكا بيبيون، لو سمحتوا يا جماعه معلش نزلوا البيج دلوقتي قدامهم على الشاشه. اي حد بقى عايز يسال اي سؤال عن حساسيه الطعام يدخل لنا لايف بعد الحلقه، عشان طبعا الوقت مش هيكفي دلوقتي، لان انا حقيقي مش هسيبها يعني النهارده. احنا مع بعض شويه بقى. نرجع تاني للاكل عشان نبقى بس ايه، انت بتعملي بقى الاكل، الحلويات دي صور دلوقتي طبعا هتظهر قدامنا، الحلويات دي انت بتعملي منها للحساسيات وكده؟ يعني لو ابني عنده حساسيه سكر، لو عنده ايه، ممكن تعملي قصدي حاجات للحساسيات معاكي؟ هو انا يعني ما خدتهاش حته بقى حساسيات، ما هي كده ولا كده، ادام ما فيهاش مواد حافظه يبقى انا الحمد لله يبقى انت ماشيه كده خط تمام، سليم. برافو عليكي. لكن بقى في حكايه حتى يعني، اشكال الحاجات مبهجه، واو. ما انا عشان خريجه التربيه الفنيه بقى ايوه داخله معايا ده شويه، كوكتيل يا شيماء. فنفعتني. برافو عليكي. لا بس انت عارفه تستغلي نفسك، الحمد لله من نعم ربنا علينا. انت عارفه تستغلي جواكي ايه. يعني انا بقول الحمد لله عارفه ان ان انا ممكن اطلع منك حلقه، يعني انا ممكن اكمل الحلقه لوحدي. على شيماء بجد جميله، ربنا يباركك حلو يا ان رب. انت دخلتي دراسه على موهبه، على فكره، على مرض، طلعتي منه بنجاح. الحمد ده لله تفسيري للفقره دي، يعني الحمد انت كان لله. عندك مرض المفروض ان انت تحسي ان انت ربنا ابتلاكي، وانك تبقي متضايقه، وفي امهات معانا امهات منهاره حقيقة طبعا، كل واحد قدراته النفسيه مختلفه عن التاني، هو مر بايه و
بس في ناس اخذ الموضوع بطريقه تانية خالص، وربنا يعينهم وان شاء الله نبقى ايدينا في ايدين بعض ونعدي من المرحله. انت طلعتي من الموضوع بشغل ونجاح وبهجه وابتسامه ما هو انا حتى يعني. انا حتى مثلا الدكاتره في المستشفى او كده بيستغربوا ان انا ليه، انا عندي 4 ولاد ما شاء الله، في منهم 2 توأم وبعديهم واحد تاني على طول يعني، فيقولوا لي انت بتلاقي وقت انت معاكي منين؟ كم طفل عنده حساسيه؟ هم الـ4 يعني، حتى انا لغايه يعني انا اقول لك للمصداقيه، انا سايبه واحد اصلا عنده ازمه يعني ازمه نفس، شاطر فمشغله له الجهاز يعني الصبح، بياخد جلسه الصبح وجلسه بالليل عشان يعرف يتنفس كده يعني، فالحمد لله انا بقول الحمد لله. برافو عليكي والله، برافو عليكي. ف مش مش عارفه لاقيه كلمه اقوله. بيبقى طفل او طفلين متحسسين وانا مش بقلل من اللي هم حاسين بيه، انتي ازاي قادره 4؟ والله هي برضو ادينا روشته يا دكتور. لا والله مش روشتة، دي حاجة يعني اللي ساعدني الحمد لله، طبعا الحمد لله ربنا فوق طبعا كل طبعا. شيء، ووالدتي واخواتي كلهم وجوزي يعني كلهم بيرفعوا من معنوياتي، وكمان لان انا ما كنتش برضو طفله برضو طبيعيه يعني، انا عامله عمليات كتير من الحاجات دي برضو اللي مخلياني ان انا ما اتخضش على ولادي يعني، انا نفسي انا عادي، انا كنت عامله عمليه او عملتها وانا عندي 3 سنين ونص واخده حقن كتير، فالامر بالنسبه لي خلاص عارفه الاعتياد هي كده. لا هو مش اعتياد، هو رضا. الحمد لله. بس خلاص الرضا، مثال الرضا والله العظيم. دي مش مثالية يعني، اللي هي فيه ده مش مثالية، ولو انا اللي بقول الكلام بصفتي مذيعة قولوا ان انا مثالية وطالعة بقول كلام جميل عشان الدنيا تبقى وردي، لكن لما يطلع من واحدة بتعاني من وهي عندها 3 سنين مكملة المعاناة مع 4 اطفال متحسسين، اكيد كل ام حاسه هي حست بايه. طلعت منه بالرضا وانها راضيه ان ربنا ابتلاها وان كل حاجه بنطلع منها ممكن جدا بنجاح مش بفشل. الرضا ثم الرضا ثم الرضا. هنطلع فاصل وراجعين تاني. في حاجه مهمه جدا، حاجة النهاردة ما حبيتش ان انا اجيب متخصصة للشعر او حد خبير في الشعر، وحبيت اخلي الموضوع شوية دردشة بيننا وبين بعض، وشوية برضو معانا هيكون مكالمة دلوقتي هاتفية نتكلم فيها عن الشعر. كم الأسئلة اللي بتيجي عن الشعر والصور اللي بتجيلي والمعاناة، أنا الفقرة دي مش بتكلم عن شعرك يبقى جميل إزاي وتعملي شعرك قبل جوازك وتهتمي بشعرك و لا لا مش ده خالص اللي أنا بتكلم فيه. انا بتكلم عن ناس بتعاني من ان هي مش قادره تواجه المجتمع، وانا مش بقول كلام اوفر ولا كلام اكبر من الواقع. انا لو ينفع انزل كنت الصور، بس للامانه مش هينفع ننزل ولا صوره من اللي مبعوت لنا، مش هينفع نقول ولا كلمه، لان بجد والله العظيم بدون مبالغه قلوبكم هتوجعكم. انا مش قادره اقلع الحجاب قدام جوزي، انا بقعد بالحجاب 24 ساعه، أنا مش قادرة أتقبل نفسي ولا حتى أنا أبص لنفسي في المرآة. معانا أستاذة إيمان محمود حنفي، هي خبيرة في الشعر. أستاذة إيمان إزيك؟ عليكم السلام، إزيك يا مروة؟ أخبارك إيه؟ الحمد لله والله. طبعًا أنتِ من أهم ضيوف يونكا وبيبيون. حبيبتي والله يا مروة. ربنا يخليكي. ايمان انت موافقاني طبعا، لان انت اكيد بيجي لك مشاكل وصور بتقطع القلب زي الفقر زي اللي انا بتكلم عليه في الفقره دي، صح؟ اه طبعا كتير جدا. احكي لي عن المعاناه، احكي لي عن المعاناه اللي بيعانوها من ان مش قادره تبص في المرايه، مش قادره تقلع الحجاب قدام جوزها، مش قادره دي اكيد طبعا كتير جدا. هو في بدايه الامر طبعا دي طبيعه شعر، وربنا خلق كل انسان وليه طبيعه للشعر بتاعه. في بنات كتير جدا شعرها هو بيجي مموج او كيرلي زياده عن اللزوم، بتبقى نفسها ان هي تفرده. طبعا مع الفرد الكتير او الفردات الغلط
او الماده الخام اللي هي مش كويسه مش مصرح بيها عالميا، فيها فورمالدهيد عالي جدا. كل دوت بيسبب طبعا تساقط في الشعرايه وانهيار في الشعرايه. فالبنت بتبقى مش قادره تقعد قدام زوجها، ولو فرجت الشعر بيقع وبيتساقط وبيكملي قشره. فهي دي النارين، اقعد بشكل ده غير مقبول ولا افرد ويقع الشعر كله. بالظبط. فطبعا احنا بدانا ان احنا نشتغل مع الناس او الصح لاي حد في الدنيا غير معانا او مع اي حد او مع اي متخصصه ثانيه. البنوته المفروض تعالج الشعرايه وتفهم طبيعه شعرها، تعالجها كويس جدا، وده اللي احنا ماشيين عليه بالمنظومه بتاعتنا بالكورس العلاجي اللي هو زيت مشاط سعودي خام، زيت طيب. المشاط المطول والترميم. ايوه. وبعدين نقوي البصيله كويس جدا ونقوي الشعرايه، وندخل نفرد بماده محترمه كويسه فيها فورمالدهيد 1%، لان مفيش حاجه اسمها ما فيهوش فورمالين. وبعدين بنبدا نشتغل بالفرد، ده بيبقى ممتاز جدا، بيديها مساحه من الترميم ان هي تعالج كويس، ان يبدا الشعر ليس وناعم وطري من غير تساقط، من غير هيشان، من غير تقطيم، ويبقى كده احنا حلينا المشكله بتاعه اي بنت او اي زوجه. طيب انا دلوقتي هعتبر ان انا باخد منك معلومات وهقول لك، طيب الكورس ده انت عاملاه في مكونات فرد او في مكونات فيها اضرار عليا ولا لا؟ خالص، ينفع للطفله الصغيره اللي عندها سنه، وينفع للحامل والمرضعات، لانه هو ما فيهوش اي كيميكال خالص، دي منتجات طبيعيه. انا النهارده في المركز كنت بحط الترميم على وش بنوتي وعلى ايديا. حلو. والنهارده طالع بس مباشر دلوقتي كمان على الصفحه، هوريهم ان هو ازاي طبيعي ومكونات طبيعيه. جميل جدا. طب الكورس ده بيكفي مده قد ايه؟ 3 شهور، بيكفيها 3 شهور. عباره عن ايه وايه؟ ما بتحتاجش تاني. عباره عن 2 زيت مشاط، واحد الطول غير المطول والمناعم، والترميم اللي بيعمل للشعرايه ستوب فجاه للتساقط، وما فيهوش كيميكال وما بيفردش الشعرايه تماما، ملوش دعوه بالفرد. يعني ما بيتعملش عليه بيبي ليس ولا تسخين ولا خالص. حاجه خالص. لا يعني لا خالص. ده يعتبر بيبي ليس يتحط يبقى فرد. ده يعتبر عنايه كامله للشعر. طبعا. طيب. هو بيوقف تساقط هيشان والتقصف، بيلعب على الانبات كويس جدا وعلى الطول. تحدي، انا اتحدى اي حد بفضل الله، بفضل الله تعالى، ياخد الكورس ويجي يقول لي ان ما جابش معايا نتيجه. بعد ال3 شهور باخده تاني ولا انا ببقى كده خلاص عندي نتيجه مرضيه لشعري؟ هي من اول شهر عندها نتيجه مرضيه جدا 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 بفضل الله في شعرها. بعد الكورس ال3 شهور هي مش بتحتاجه تاني، بس الصراحه اللي بياخده هو بيدمنه لوحده، يعني هو بيبقى خلاص حابب يشتغل بيه على طول، لان طبعا الشعريه كائن حي، فلازما باستمرار زي ما احنا بناكل وبنشرب هي كمان تاكل وتشرب. فطبيعي ان هي بتحتاج اي حاجه تمشي عليها غير الكورس بعد 3 شهور، مفيش مشاكل. لكن الكورس كافي بشكل كبير جدا جدا ان هو يعالج كل المشاكل خلال ال3 شهور ويخليها الشعرايه. شكرا ليكي جدا يا استاذه ايمان. هنزل لكم كل التفاصيل برضو، هنطلع لايف تاني بعد الحلقه، وهنزل لكم ده طبعا كله على فيونكا وبيبيون، واي حد يتواصل عايز يتواصل مع اي حد من ضيوفنا النهارده يتواصل معايا هوصلكم بيه. الحمد لله حلقه انا راضيه عنها، يا رب تكونوا كلكم استفدتوا منها. تابعونا وتابعونا وتابعونا، هنجيب لكم حاجات حلوه كتير. الاسبوع الجاي هشوفكم ان شاء الله، وبكره مع بعض تاني. معانا اخبار كتير جدا الاسبوع دوت. تابعونا على فيونكا وبيبيون، اشوفكم الاسبوع الجاي، هتوحشوني جدا، مع السلامه.